مرة تجي بعد الحرقة البلاصة دي؟ لا جيت، يعني لا جيت مرتين ولا ثلاثة. علي جيت هكا نتفكر صاحبي، نتفكر الفازة، نقعد وحدي مع البحر. هذي بالذات، هذي بالذات ايه كي خويا، حليت عينيا معه هو، عرفته من لي عمري 4 سنين، كل شيء عملناه مع بعضنا، حتى كي حلمنا حلمنا مع بعضنا. ولاد حومة يعني، الدار بحذا الدار، كل شيء عشناه مع بعضنا من الصغر لين كبرنا، لينا كل واحد شافه ميت قدامه. هيك الحاجة الوحيدة اللي خلتني ندم الحلقة كان صاحبي راه، لما كله يتعدى بالوقت تنسى. Le bilan du naufrage de cette embarcation ce mercredi a été revu à la hausse. Plusieurs rescapés ont indiqué qu'une centaine de personnes n'ont pu être secourues, étant restées bloquées dans la coque du bateau. L'embarcation a coulé en quelques minutes sous les yeux des gardes-côtes italiens arrivés rapidement sur place. J'ai crié vers eux. Les cris, la peur de se noyer. They know about the border crossing. They know about what's happening in Hungary. وصلنا الحمد لله، وصلنا وصلنا. اه يا رب قطع يا رب قطع يا رب. برج مراقبة جرجيس، برج مراقبة جرجيس، الاخوان الموجودين بعرض البحر اللي اسمه فيه جاوب. لا عينك يا رئيس. شكون معايا؟ اسمع باشي باشي. هلا عنك يا رئيس، شنو هي الحالة عندك يا رئيس؟ باهي. وقداش تبعد علينا رئيس؟ قداش تبعد على ميناء سيد البحري في جرجيس؟ 15 اقعد عليه باش يقرا برج مراقبة كي يدخل. وين الرئيس؟ وين الرئيس؟ نسمع فيك يا عقيل 48، نسمع فيك يا عقيل، معك عقيل 48، شكون معك؟ معك عقيل يتجه الحالة عندك يا عقيل 48. الحالة عادية، الحالة عادية، ونسمع فيك 5/5، واضح؟ واضح عليك، واضح واضح. واضح مشكور. موجودة 24/24 موجودة وحدة في البحر. عندنا 3 وحدات يخدموا كل وحدة، ما تدخل وحدة تخرج الوحدة الثانية. يعني بالتداول بدلوا حتى في البحر، فهمت كيفاش؟ معناها يلزمني نتنقل انا من زرزيس حتى لحد حكاية 24 ميل بحري، فهمتي؟ ومام تو يلزم اليونيتي الأخرى تستناني في البحر حتى لوين تسلم المهام، يعطيني شنو معناها شفما سيرزون وكل، فهمتني؟ نكملوا هكاك. وفي الحالات الطارئة نعززوا، في الحالات الطارئة تكون وحدة موجودة
في البحر كخدمتها العاديه، في صوره ما تم حاله طارئه يتم تعزيزها بالوحدات الموجوده بالجهه يد المساعده في كل وقت. يعني خدمتنا خدمتنا ما تتطلبش ماناش مربوطين بوقت، في كل وقت موجودين. وحده موجوده على 24/24 في البحر بالتداول معروف العمل العادي، في صوره ما تم حاله طارئه وحاله ظرفيه وكذا يتم توفير جميع الجهود في الجهه الموجودة نوفرها، في صورة ما استعصى علينا شيء نطلب يد المساعدة من السلطة الموجودة في البحر سواء جيش بحري أو مهما كانت التجارب، ولو اقتضى الأمر نأخذ يد المساعدة من البحر. ثم عمليات أحبطناها وثم اللي تعدى، هذه حقيقة ساهمنا برشة زيتها برشة في عمليات إنقاذ برشة، من بين مام اللي تشوفوا فيهم توا اللي حاضرين هنا هذايا فيه 9 من الناس هذايا تم انقاذ من تقريبا الحدود المياه الاقليميه تقريبا. نعم لدينا أرقام وإحصائيات. بداية في ما يعني العام 2011 فيما يعني المواطنين القادمين من تونس بقوارب أبحار من تونس إلى سواحل إيطاليا خاصة، في كل سنة عام 2011 28,000 مواطن. مشكلة الهجرة مشكلة موجودة وخلقت هاجس لدى الصحفيين الإيطاليين خاصة بعد الربيع العربي وبالأخص حينما قدموا 20,000 تونسي إلى الأراضي الإيطالية. أنا أول مرحلة بديناها من هنا، خرجنا بل الحرقة الكبيرة بثلاثة أيام ولا بأربعة أيام مع نص الليل ونص هكاك فلوكة تستنى فينا هنا، وقصدنا ربي القرقنا قعدنا براسك يجي أربع سوايع من نص الليل قريب الأربعة ثلاثة ونص حتى هي رحلة اللي يهزونا من الفليك من هنا زوز ولاد صغار والله ما نتفكرهم، ولاد صغار 15 سنة والله ولاد صغار تي خفنا مش عندك تعمل سي بديت لازمك تكمل ما عادش فيها رجعة. علاش ياخذ كل بطو هذاك كل قايل تنجم تاخذ انت مثلا اللوت؟ لا كي يبدا عندك الفلوس وكارتابله وروات وثلاثة ملايين هززهم معك ما يخليوكش تتعدى الحكم يفركسوك، وخاصة ديجا ماشيين اولاد وحدهم وكارتابلات قرقنا ما فيها كان الحرقة ما فيها حد شيء يرجعوا هيك. علاش اخترنا باش نمشي من كل عباد الكل يعني الرقبة ب 300,000 ثم كلمة باش نبدا بها دخلة هي شنية ثم ناس حرقت روحها بالليسانس
واحنا اولادنا حرقوا روحهم بالماء المالح. تفهم ثم عندنا ناس مساكن يعلم عليهم ربي كبتهم شويه على اولادهم وكذا، دونك ربي صبرهم واحد كل شيء. ثم انتحار سميتها شنو هي الرحله هذه؟ كاميكاز، انسان يطلع باولادنا صغار يطلعوا البابور يدروا عليه مضروب اللوطه ما ادريش فهمتني وزهره، ثم انتحار ثم كاميكاز. كنا من اللي قصدنا ربي لو المره وسالناه قلنا له بثلاث ملايين، قال لنا خاطر على سيسيليا والعباده كل تحب تمشي لسيسيليا خاطر من لامبادوزا يرجعوا كل شيء. دفعنا الفلوس ومقررين باش نمشيو لسيسيليا. تعبنا في البحر النو والريح ينفخ وما راح كذاك ريسك. انا بديت نخاف من التقوينه. دخلت ناقه 90 واحد وصفيه مغاربه ليبيه جزيريه، عرفت تبدلت البيت على جرايه ما تلقى ما تاكل، تعذب الواحد هكا ثلاث ايام وزيد ما يخرجش برشا، عرفت قرقنا ما نعرفوهاش وكل مره يقول لك الليله الحرقه الليله الخرجه الليله الخرجه، تقعد على اعصابك ما تنجمش ترقد، عرفت ايامات تعدي وتقول واحد في حبس ما صدق ربي وقتاش قال لنا مش الليله رانا تو خارجي. في سيزيات نتاع حوت، كل سي فريغوات كل سيزيت هز 20 18 واحد، نطلعوا فيهم من تالي ووصلونا للشط، ناخذ حكايه ربع ساعه اربع دراج طاف نوصلوا كيما هكا بلاصه كيما هكا، نلقاو فليك صغار تستنى فينا يوصلونا للشقف في الداخل برشا لي زفري فيهم 10 انسى كلهم افريكا، فيهم كوت ديفوار مالي الكاميرون وفي مولات صغار. لا ولاد صغار، اصغر واحد يبالي 16 سنه، فيها منساح حباله معانا زوز مغاربه زوز ليبيه، هذا ما اللي نعرفهم الباقيه ما نعرفهمش، باقيه جماعه الجنوب تونسه يعني السوسه. وقت اللي وصلنا للشقف بالكاميونات نلقاو مش التسعين اللي تفهمنا فيهم اللي مع بعضنا، نلقاو دار اخرى فيها 100 معبيهم غادي، قلنا له مش نرجع كل شيء، قال لنا اللي يحب يرجع ينقص في البحر ما رجع حد انا، وشقف في الداخل توصل فينا فلايك صغير يعني واحد سايح حصل تلمدنا برشا فوق 195 في شقف صغير ماهوش كبير. انت خديت وقت قرار انك ترجع معني برشا عباد احنا كي طلعنا، انا كي طلعت ما نقاش نق حكايه 40 30 ما نعرفهمش، بعد كل مره يتزادوا 15 كل مره تجي فلوكه تجيب 15 20 لين سي ما عادش فما حتى بلاصه، حتى يدك ما عادش تنجم تحركها، حتى شقف ولا في بلاصته يمين ويسار سي ريسك يعني ماهوش نتاع واحد باش يوصل ولا يعني خليه قدام الامر الواقع، لازمك تكمل. بديت تكمل وانا اللي معايا قالوا لي سي مادام بدينا نكملنا كو مع بعضنا، عرفت كلمه مني وكلمه منك ساي 200 مش يمشي وانت مش تنقز وحدك ترجع ساي، كملت مع العباد وكان العباد كلوك شويه قران والواحد وستر ربي، قلنا بالرغم الرزن وكل شيء مشينا يجي ساعه وربع ساعه واربع دراج مريقلين، الديفو صار ثم تيم تاع ما روتور ولا يدخل في الموس الفلوكا، هبط رجله هو الرئيس كعبي كرو تحلت ولا شنو هبط رجله، تفجعنا على الاول شويه والماء دخل الفلوكا بعد قال لبس ما ثم حد شيء رجله ولا الماء ما عادش يدخل، ومشى قصد ربي زاد حكاية نص ساعة وملص التي وجملة ما عادش يتشد ولا ما من البحر داخل وصل فلوكة، وقت الماء ولا قريب يغم الموتير ولا تريح تتخاخن ولا العباد كل دخلت بعضها واللي يقرأ في القرآن واللي يشهد واللي يقول له ارجع نكلم الحاكم، وقت سائل واحد عرف روحه وراه مش باش يوصل، قال تو نرجع وقت قرر باش يرجع ما ثماش ما يظهرش الشط يعني مستحيل احنا مش نمشيو ربع ساعه اربع دراج ويغرق، واحنا تحب لنا ساعه ونص باش نرجع كاو دخل بعض هو الرئيس بدا يمين ويسار اللي انت بالرزن تقلب بينا في لحظه يعني ما حسينا بشيء، كان كنا في البحر احنا مع بعضنا كنا جينا لوطه تحت الشقف يعني الواحد مش عارف كيفاش خرج حلاله تروحوا برا، ناقه كرتابله بجنبي قعدت شادت فيها نعرف العباد موتة بجنبي يمين يسار، وقعدت على شقف بالموجة برشا ما عادش نسمع حتى حس، حسيت بروحي باش نعيش وحدي يعني
قلت كوب ميت العبد قلت مش نكمل نخلطين اش مازال ما عادش فما حس والدنيا ظلام وبعت برشا بالموجة اللي نقى كتر في اللوح كبشين فيه سبعة من الناس توانسة سبعة من الناس كبشنا مع بعضنا يعني ما نعرفش كيفاش جا قدامي هكا طرف اللوحة الوحيد اللي ملص من الفلوكة وكبشنا فيه طرف اللوحة كشادين ونعاونوا بسقينا نعوم وشادين فيه وبرا باش ما يغمين نرتاحوا شوية وبرا قعدنا فيه من 11 ونص في بالي الأربع ونص مش كومش يجي البال وإحنا غرقين تو قداش مش تقعد ساعة اثنين عشرة اثناش والدنيا ليلة عبد كل مش تموت ساي وإحنا الثمانية اللي شادين في اللوحة بعدنا حكاية كيلومتر ولا أكثر يعني ما جيش البالنا ثم عباد حيين شدوا في الفلوكة ما عادش نسمع وحس نارو كان في العباد موتة بجنبنا وكو خاطر طرف اللوح الوحيد قلنا العباد كل ماتت بعد كي خرج الحرس يلوج مع ساعتين ونص وقالوا اسمه بحار تعدى بالفلوكة ثم 46 واحد قاعدوا مكبشين في الشقف بعد ما تقلب قال لهم نكلم لكم الحاكم ونمشي لما يجي الحاكم جاء الجيش خرجهم وقالوا راه اصحابنا مازالوا برشا حيين وبرشا ماتوا خرجت عزيزات على الحرس الوطني يلوج قعدوا برشا يلوج علينا راهو بحر نراو فيه احنا الضوء تاع الحاكم نراو فيه ملي البعد 10 8 كيلومتر نراو فيه كلام تاع الحاكم ما يشوفنيش يمشي ويجي ويلوج ويرجع يلقى واحد ما يتهزو ما طاحوا بينا كان كذوات الدنيا شويه 4 ونص عيطنا سفرنا ما يسمعوكش تحسوا قريبه ما هو بعيد وسط بحر يصدع من الرابعه جهه الحس في التالي سمعونا وسكتوا المتعرات وقعدوا يمشي ويمين يسار بالسيف ما طاحوا بينا ويضوي بك البروجيكتر جاءوا زوز هما زوز سكادرات صغار كل أربعة نقزنا في سكادرة أقعد عليه مش كان برج مراقبة كي يدخل وين الرئيس وين الرئيس المنظم الحركة كان عندكم فيه ثقة خطر أنا فيه ثقة عمياء من أصحابنا اللي وصلوا لإيطاليا من العباد اللي قيناهم غادي واصلين معاها قبل خرجوا في قبل الشهر ووصلوا قال لك الفلوكة مريقلة والخرجة مريقلة وصلنا ورجعونا يعني هذا مع عباد مش تعود معاك مش واحد مش يغر بيك تا واحد مش ماشي معاك يقول لك رايح خرجة مريقلة ما تصدقوش أما أنت ماشي معايا ومش تقول لي هكا فيش كون تغش هيك علاش مطمئنين 100% العباد اطمن فينا خرجنا معاها قبل ثمري خرجة مع مرتين وثلاثة وتشد أو مخليين نحن 50% نوصلوا 50% نتشدوا مانيش مخليين باش نغرقوا ولا ويقول لك 90 في الفلوكة نلقاو 90 في الفلوكة أول مرة تصير الكا هذه يعني وشدوا سبعة ولا ثمانية أما أنا ما نعرف واحد برك ما اللي نكلموا فيه واللي خلصناه والبقية كلهم يجيوا بالكاقول ما نشوفوش وجوههم حتى اللي يهزونا بالليسيزيات واللي يهزونا في الفليك كلهم لابسين كاقول ما نشوفوا حتى حد كاقول يعني؟ لقينا هذاك الماسك يعني باش ما ترش وجههم شوفوا كانك نجح اللي نعطيني الفلوس اللي كلمني بالتليفون بقي ما رينا حتى حد منه كلمت بويا مع نص النار 11 ونص قال لي وين قلت له راني غرقنا في الشقف و ويجاني أنا عشت يعني قال لي مش أنت في تونس قلت له لا أنا حرقت ما صدقش جونا طلعين في 20 ميل مازال 20 ميل طلعين جونا ثلاثة بابر طلعين أول ما جبت الطيارة كبتتنا الطيارة وبعتها لي جونا ما يقربولكش ما هو نو خاطرك يقربولك صار لهم كيف اللي صار البابور هكا اللي غرقك هنا بركت فيه اللافيدات اللي بركت فيه اللافيدات هاكي كيفاش سببها هاكي يد فعل أو قرب لهم خاطر وقت تقرب لها البابور تتهز والموجة وكل زي تبرك فوقها الثلاثة لافيدات بعاد علينا شاعلين فينا الأضواء وبرا هككت امشي كده امشي انا ماشي باش 20 ميل دخلونا بالنسبه لموضوع الهجره انا ما كانش مخي خلاص ابدا اتصلت بها مرتي فراسة قالت لي اسمها لها بحرقه وكذا ما نجمش تبعث لي وليداتي خصوص ست هي تعيش غادي بوراقه وكذا من امر
تم الامر نسقت اموري ورجلت اموري مع اصحابي وحبيباتي وتفهمنا على وقتاش باش نخرج وكذا. كيف ركب ولادي في البابور الكبد نتاعي عصرت عليا فهمت ولا ما عادش نشوف في حد شيء. وقت حطيت ساقي في البابور ما انا غير بدون شعور ما نشعر بحتى شيء. حطيت ولادي واحد منا واحد منا الببركة كل بابور ومعاه ثلاثة لبيدات ودخلوا بينا للواحد منهم بابور ورانا احنا واحد جابوه ديركت عدوه للسبيطار قلنا له شبيه قال له طيح روح البحر نعطى ولد مسكين صغير كما قلت كيرا له فيداتات خرجش لوح روح يخطفوه ديركت باش وريك طلعين كان جد في بلاصة أخرى الحاجة مشاع فيداتها مشاع. وصلت ولادي لفرنسا وصلت من أمهم كأمانة هذاكم الحمد لله. والوضع بصراحة في فرنسا ما عجبنيش العيشة ما عجبتنيش بصراحة كانت تغديت ما تعشيت كانت تعشيت ما تغديت. Gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. هي 516 d'accordo bene عملوا معنا البيت هزونا بلايص مثل المعتقلات هذه وش هي يقولوا لها فيها نسيه وشرطه وعالم وعارف شيء لمده معينه. قعدنا اعطونا الورقه انا من الناس اعطوني الورقه هذه خرجت على مشيت حركت من الفرنسا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة انا انسان معرس صاحب صغار وما عنديش مدخول لهنا. انا كيما يقولوا فاهم البطاله
ومشيت غادي باش نلقى البطالة زاد ما تزعلنيش. عاد انا بطال بحذا اهلي ومرتي وذريتي ويحسبوا لي خاطر كي بتقعد في فرنسا يقول لك اه شيخ ناصر يشكوا فيه في التلافز وكذا يقول لك صحيح ناس وكلوا فينا ويعطوا فينا منصب ولكن لا انت فهمت يلزمك اوبليجي تتصور 100 اورو ال 100 اورو هكا تبعثها لهلك وتخلي روحك انت 100 بشر. بون استقبلني خويا غادي انا قعدت بحذا 5 شهور الخدمه مهناش تخدم جمعه باش ترتاح 3 شهور سان عامل برنامج على اساس عام ونص عامين باش يمشي يحسن وضعيته ويروح فماش تقعد 3 و4 سنين و5 سنين و6 سنين وما تعمل حتى شيء يا عباد بيدها فرنسيس غادي وعباد بورقها بطل. الأغلبية تاعهم جاوا على لامبيدوزا ولا بانتيليريا ولا جاوا مباشرة لسيسيليا. اللي جاوا مباشرة لسيسيليا هذوما ناس يعني جاوا مع بحارة محترفين يعرفوا الطريق مليح نزلوهم في أماكن اللي ما فيهمش حراسة وتمكنوا بالدخول بالطريقة اللي يدخل إيطاليا من غير معنا من غير بصمة من غير حد شيء. أنا هربت محبس مشيت لدارنا قاعد في دارنا اللي جاء النهار هذايا عيط لي صاحبي في التليفون قال لي أي كانت حد تمشي قلت له باهي أي تو نمشي مشيت معاه لدار من دار متعدينا الدار لقونا فيها العباد فيها العباد قصدنا ربي مع مدى ساعة متاع الليل 107 جينا وصلنا تبلينا تمرمتنا صار فينا لم شينا حرقين فهمني وصلنا ساعة لقينا استقبال تحفون برشا على الخلاص غير ما نحكي لكم كيفاش خاطرش ديجا خرجت فيديوهات فهمتني 7 أيام العباد مكرفة مشي قاعدة تاكل ما تشربش الدوش ما فماش فهمتني البانيو فهمتني لما تعمل عليه فهمتني ما تعمل عليه مشكلة باش يخرجوك فهمتني للبانيو باش تعمل معناتها تخفيف قصدي فهمتني عشاكم وصلنا لامبادوز فينا الشطر نتاعنا غدروهم غدران روحوا بيه الشطر نتاعنا نحن روحوا بيه وانا في الوقت هذاك جو مش يروحوا بيه قالوا لي نروح بيك وما نروح بيك منا سيد مش نروح ضربت يدي انا ريتها ضربت يدي وقلت لهم انا تونس ما نروح علاش مش انا راي تونس ماشي بلادي تونس راي بلادي ونشرف بها في اي وقت وتونس عندي انا اعز بلاد في العالم علاش خاطر فيها دارنا فيها الناس اللي نعرفهم اللغه نتاعي الدين نتاعي كل شيء انا عندي 41 سنه في تونس حبس ايش نقول لك اما حرقه سيدي جام معناتها مناش نقول عليها حتى واحد معناتها به مرضى حتى واحد روحوا معناتها اللي بعيد على دارهم بعيد على فهمتني البلاد اللي عاش فيها سي نورمال اما ما هربنا من ما ايش نقول لك من ظروف هربنا زيدا مش معناتها من خاطر في جنة ولا اتعس شو نقول لك ماني قلت لك تختلف في الحاله من حاله لحاله اخرى معناتها تنجم تكون اتعس تنجم شكون معناتها ما مشى عاونته معناتها الاوروب ما نجموش نقولوا معناتها الناس الكل معناتها تسوفري معناتها ما نجموش الناس الكل نقولوا معناتها امورها وضاحت عارفين فما برشا ناس تسوفري وفما اللي يقول لك يا خويا معناتها نسوفري لهنا وما غير ما نروح نسوفري غادي وظلم ياس لهنا ويقول لك فما اكل حلم نحلم وكهو كنت في لامبادوزا يعني فما ناس وقت تدخل في الشقوفات في الليل وفي النهار يشوفوا في ناس طافه ميته وما يعني الناس يلمدوا فيهم ما يدخلوهمش من نفس البور نتاع لامبادوزا مش يدخلوا فيهم من بلاصه اخرى فهمت دونك ما نعرفش انا وين يهزوا فيهم ولا موت هاي بيان سير موت تعرف بلادنا تعب برشا والواحد يحب يعاون دار هذاك علاش وجانا غلط تبان حاجه ظهرت حاجه كيفاش ماشي ظهرت ايطاليا ظهرت حاجه اخرى مش ايطاليا نتصور احنا في مخاف تمش الفلوس ما فهم شيء هاكم تشوف كامبانيا فهم شيء تمشي كامبانيا تخدم من 7 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشيه يعطيك 20 يوم ظهرك ما عادش قد توقف تخدم الحرام والدعم من المشينه نتاعك تخدم انت مرات؟ انا خدمت الضربات الرستوران كامرييري سيرفير هذا شوي خلاص ولد بطل ما تبعتش بالطبيعه لدارك
لا يعني الهدف اللي جيت عليه ما حققتوش؟ لا بالعكس، هم بعثولي بعثولي مرتين أفوست سيامو أفوست ملي بادو ملي بادو عدوا في تونس خلي شوفها ماما. تم الجي على إيطاليا، تم يطلع فرنسا، كل واحد عشان مشي على على ميلانو كياسو. وين يعيشوا هاي في سويسرا؟ يعيشوا في سويسرا غادي عاملين هايمات، هايم اسمه فيها عاملين هايمات في سويسرا، مش كنا هنا في إيطاليا، هنا كأنه كانوا عايش في قفص هنا في سويسرا. يعطيك أوراق تركي لي بها 16 شهور وزبايس تركي لي بيس 6 شهور ويخلصوه، يعطيك فلوس وماكلة وشراب بلاش عندهم، وكل شيء متوفر في سويسرا هناك. وثم شكون في الحبس هذا؟ وثم في الحبس لك اللي يعمل مشاكل، اللي يعمل مشاكل يهز الحبس، عشان السويسريين اللي يعني ما يحبوش العنف، اللي يعمل عنف يعمل مشاكل يهزوا الحبس برفاس، اللي عايش ترانكويل حتى الحاكم ما يدورش بيه. وصلنا غاديك نلقاو لامبادوزا مليانه، يعني ما يقارب على 6000 واحد. قعدت 13 يوم فهم، كنت يعني كل يوم يجيو عباد، كل يوم كثرت برشا ناس. من الاول بداوا يهزوا فيهم في الطيارات، من بعد تالي جابوا باتوات، ثلاثه باتوات عباهم الكل، هزوهم فكتوهم على الشنتروات. فما ناس هربت منهم، انا فهمت هربت ديريكت طلعت لجنيف، خرجت في ايطاليا، من ايطاليا دخلت لسويسرا بالتحديد جنيف. مشيت قعدت غاديك عام ونص فهمت. من الاول يعني طلبوا مني مش ندوماندي لازيل، بعد تالي يعني كريت دار ودبرت خدمه ونخدم على روحي. تو عندي برسك 12 يوم اللي هبطوني، قالوا لي راي ايطاليا حشتها بيك، هبطوني في الايروبور نتاع روما، مدوا لي ورقه مش صحح فيها ومدوا لي البيي وبعثوني لكالتانيا سيتا تشانترو اللي كنت فيه اللي هربت فيه. مفقودين هذوما. بون انا كي جيت وقتها معناتها كي جيت على فكره معناتها حطونا في بيت وحدنا اللي جينا في النهار هذاك، معناتها احنا جينا 128 حطونا الكل مع بعضنا، ما خرجوناش معناتها باش نشوفوا معناتها البيوت الاخرى ولا العباد الاخرى، معناتها ما نجمش نقول لك هذوما شفتهم ولا خاطر ما شفناش معناتها نحن عباد، معناتها عدينا الشارع هنا مثلا. لا في نابولي معناتها ما مواطن نعرفه في سويسرا، كان معايا في تشنتو في مركبة من يعملوا لازيل اللجوء السياسي، هذا كان معايا غادي في تشنتو، حاليا ما نعرفش عليه وين موجود. هذا نعرفه ياسر قضايا صارت في النور قاعدة تصير في مدني، واحد تتغرر ما عرفوش عليه معناتها شكون اللي مثلا اللي ضربه، معناتها حاكم خالت على عباد فهمتني مضرب، معناتها توفت تحت ساقيها، معناتها فما برشا ديكا والله شو نقول لك، فما عباد معناتها كما تقول انت مفقوده، ان شاء الله ربي معناتها يسمعنا عليها مخبير بيه. انت لحد الان مازال عندك الامل؟ شنو معناها امل؟ معناها في حي لا الانسان يكون واخي، هذا في عرض البحر طولة، كان نقول على شط ولا نقولوا باخرة فقدناها، والله نقولوا أما باخرة غرقت، أصحابها شافوه أولاد الحومة الكل هني غير من المنطقة هذه، الدار اللي وراي هذا هي الدار هذه بجنبها وقدامي هني ثلاثة، الكل أولاد حومة، أولاد حومة الأغلبية من أولاد الحومة، روهم
فمشيش على فرنسا، يحب يمشي قال فرنسا نحب نمشيها، يعني فرنسا هذه نحب نشبحها خاطر هني كاتي ما لقي حتى نتيجه، فهمتني ديجا خدمي هني كاتي ما لقي حتى نتيجه، قال خلينا نمشي زين زي الذر. كلهم ماشيين امل انهم باش يخدموا باش يكونوا يعاونوا اهلهم باش يعاون باش فهم كلام هرب مني الله غالب، لكن قضيه لولا توا عاملين قضيه في التمويت قضيه في التمويت هذه البوبليكاسيون في الجرايد، قضيه في التمويت اول حاجه باش يعطوني حجه الوفاه نتاع ولدي، عاملينهم كل واحد لوحده، المحامي مقسمهم معناتها هما 21 ثم 8 و5 و فما هاي هذا يا ولدي ها 17 سنه اللي نعرفوه الناس كل انه ثم برشا بابر غرقت وهذا ثابت بالدليل عند السلطات التونسيه وعند السلطات الايطاليه، يعني نسبه كبيره من المفقودين انا في رايي الشخصي يعني توفوا، ما هماش قاعدين يعطيهم في الاسامي الصحاح، فهمت يمكن انتم تلوج عليهم باساميهم الصحاح، لكن هما كي يهبطوا هذيك يبدلوا الناسيوناليتي نتاعهم، يبدلوا يتاحوا بنون فوق ما يعطيهمش الصحيح مش ما يروحوش بيهم، بس فما ناس هربوا قبل ما يعملوا البصمه، فما ناس يعني دخلوا ديريكت لسيسيليا يعني لا بصمه ولا حد شيء. In un breve lasso temporale abbiamo نعمل بشكل دؤوب مع السفاره التونسيه في روما لاعطاء اجابات ناجعه على الاسئله الكثيره القادمه من اسر مواطنين تونسيين يتساءلون عن مصير ابنائهم وذويهم اخرى التي ينقلون اليها لاحقا. quello che è successo all'epoca trasferimmo وهذا ما حدث تحديدا آنذاك في ذلك الربيع الأخير، نقلنا أعداد كبيرة من الأشخاص قبل تسجيل البصمات وتصويرهم إلى مراكز إيواء أخرى منتشرة في كل أنحاء الأراضي الإيطالية. proprio per decongestionare le presenze a Lampedusa. الأولاد اللي راحوا زادة في البحر اللي فاميليتهم ما يعرفوش عليهم وينهم، je pense que c'est un problème immense qui est en Italie. Decisamente, se intendiamo aprire un dossier. بلا شك يمكن أن نتحدث عن هذا إذا اعتبرنا بكلمة ملف الاهتمام المولى الموجه بهذا الموضوع، والاهتمام عالي جدا بهذا الموضوع. منذ أكثر من سنة نعمل بشكل دؤوب مع السفارة التونسية في روما لإعطاء إجابات ناجعة على الأسئلة الكثيرة القادمة من أسر مواطنين تونسيين يتساءلون عن مصير أبنائهم وذويهم. Nostro giornale La Repubblica, in particolare io, a un certo punto ci siamo occupati del problema di questi. الجريدة التي أنتم إليها لا ريبوبليكا وأنا شخصيا مهتمين بهذا الموضوع اهتمام كبير، ولكن ليس لدينا الإمكانية أو القدرة على الدخول إما للسجون أو إلى مراكز الاستقبال والترحيل، ولكن أيضا ندفع هذه الأسئلة كثيرا في البرلمان الإيطالي الذي خلقنا له نوع من التحرش. لا يمكن أن نقول أن هناك سجون يعني لا يمكن أن نعرفها أو che non è possibile che vi siano centri di detenzione che noi non conosciamo. No, no, assolutamente no. No, perché i giornalisti, i politici lo denuncierebbero. Assolutamente no. Questo è un paese democratico, aperto, trasparente, anzi per certi versi forse è troppo democratico, perché noi abbiamo per esempio nelle carceri detenuti albanesi, rumeni, che ci creano molti problemi proprio riguardante la sicurezza, l'ordine all'interno delle carceri. Tutti gli altri detenuti, marocchini, tunisini, sono abbastanza tranquilli perché lavorano, fanno i lavori domestici nel carcere, sono pagati, hanno retribuzione, scontano la pena e poi piano piano vengono rimessi in libertà. مستحيل ان ايطاليا بلد ديمقراطي والصحافه او السياسيين لو كان في مشكله على مستوى السجون هذا يشكون يتحدثون
برلوسكوني وقتها، الناس الكل لازم ترجع. ومن بعد صارت دبو الاكوردو ديال 5 ابريل بيران انترا كوزا، ومن بعد صار يعني الاتفاقيه ما بين السبسي وما بين برلوسكوني وماروني وقتها في تونس وكل شيء. Le, i familiari firmatari della denuncia hanno raccontato la vicenda riguardante i loro figli. Che sono partiti in 5 differenti date. من تونس في 5 تواريخ مختلفة. ما يمكن أن يحدث وما يحدث أحياناً في هذه الحالات أنه بعد نقلهم إلى لامبيدوزا، ليس من لامبيدوزا إلى ليس من جزيرة لامبيدوزا، ولكن من المركز الآخر الذي ينقلون إليه من لامبيدوزا، قبل تسجيل البصمات ورفع البصمات إلى سيري، بعضهم يبتعد عن المكان بشكل هو قال تعسفي بشكل فردي. تحديدا هذه النتائج التحقيقات التي قمنا بها وعمل التحقق سمحت لنا بتحديد ان 14 شخصا من هؤلاء عبروا ايطاليا وقالوا كعابرين، اذا وصلوا وربما تجروا الى مكان اخر. Sulla base di questa documentazione dei loro racconti delle vicende come le prove di Malcolm noi اللي اعطوهم لنا معناها لهيلي نحن كمحامين وكأسوشاسيون أرتشي قررنا كونا معناها نعملوا شكاية ونقدموا قضية باش نعرفوا الحقيقة. sulla vicenda di questi ragazzi. Una cosa importante che vorrei aggiungere è che in riferimento a كذا وهم من المهم أود أن أضيف هذه النقطة الهامة جدا فيما يعني المفقودين من العام الماضي أو الأشخاص الذين تؤكد أسرهم أنها لم تحصل على أنباء عن مصيرهم منذ العام الماضي. بالتعاون مع السفارة التونسية في روما طلبنا أيضا تدخل إنتربول، الشرطة الدولية إنتربول، لأنه لا يستبعد أن يكون بعض من وصل منهم إلى إيطاليا قد تمكن من مغادرة المراكز قبل رفع البصمات وتوجهوا من ثم إلى دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، حيث ربما يمكن أن تكون بصماتهم قد سجلت في ظروف أخرى. وبالتالي فعمل إنتربول في هذا الشأن قد يسلط الضوء على مصير البعض. الخدمة نتاعي اللي قدمتها معناها في الصقلية على البحث على الأولاد المفقودين، ودخلنا حتى على تشنترويت تاع أكبر تشنترويت اللي عندنا في الصقلية اللي هو تشنتر نتاع ميلو اللي هو عندنا لهنا، واللي لاحظناه اللي كي دخلنا معناها على تشنتر نتاع ميلو رينا تصاور نتاع المفقودين معلقين معناها من على طريق الشرطة الإيطالية. أنا سألت بعض الأعوان الأمن اللي كانوا في تشنتر وقالوا لي القنصل العام ببالرمو بعثت صور هذوما معناها باش يسهل معناها البحث نتاع المفقودين. معناها كيما قاعدين تشوفوا معناها فهمتني هاهم تساو اخرين او بعد الاولاد نتاع راس الجبل او سي ايمن بن حسين او جماعه راس الجبل هذوما هاهم. وكيما قاعدين نشوفوا لهنا عندنا حتى ولد مدام محرزيه الشرقي روافي، هذا سي ولده محمد الروافي كي كان عمره 14 سنة، هذا ولد محرزي الروافي. أنا عندي توا باش نعمل العقد، علاش شد صحيح؟ على خاطر ولدي، على خاطر كبدي، واللي معاه. ما نوصلش الحل واحد. لازمني نوصل أنا ما نروح لهنا قلت لك واش كان على جثتي. وهذا سي ولد عايد الجلجلي، سي حسام الجلجلي اللي هو موجود توا على طريق على التراب الإيطالي، واللي قاعد يبحث على ولده اللي هذا هو. حسام الدين الجلجلي. وهذوما الاولاد اللي حرقوا معاه معناها عاصف وسلم الدين. بان انا نمشي لهم كل ما نلقاهم مسكرين، علاش قاعد نحب نعرف الحقيقه كلها. مادام انا فهمتني عندي امل اللي ولدي دخل هنا لايطاليا كافت كما كافت الاولياء. علاش انا نروح؟ هبطت انا وزميلتي الانجليزيه اللي اسمها الينور مارتيمر اللي من لندن
هبطنا لتونس وصورنا معناها مع العائلات المفقودين، وصورنا حتى مع العائلات اللي ضيعوا اولادهم في البحر ليله نهار 14 مارس 2011 وقتها غرقت فلوكه نتاع ب 42 واحد اللي هما اولاد معناها جايين من حومه الوردين. I think it represents something which is a bigger problem. أعتقد أن هذه الظاهرة تمثل مشكلاً كبيراً بالنظر إلى عدد الموتى الذين هم رغبوا في القدوم إلى أوروبا. هذه الظاهرة يتجاهلونها في أوروبا، لكن من المفروض أن يقع درسها من طرف المجتمع والاتحاد الأوروبي. أنجزت هذا الفيلم لأبرز معاناة الشعوب. ناس يموتون وآخرون يفقدون وأمهات تبكي. يجب أن نطرح سؤال، لماذا يحدث كل هذا؟ هذه سياسة عبثية. And it shouldn't be happening. Why? You know, because of abstract border policies that really are there to support political parties, and that's all. ما نجمش نقول للحكومة الإيطالية والدولة الإيطالية عندها كما نقولوا نحن مع سجون سرية معناها عسكرية، على خاطر أولا نحن موجودين في بلاد معناها ديمقراطية، أولا في بلاد بون نجم نقولوا لحكومة برلوسكوني حاربت الهجرة الغير شرعية وعملت اللي ما تعملش معناها مع المهاجرين، أما باش نوصلوا معناها عندنا معناها في التراب الإيطالي سجون معناها سرية، هذاك معناها في الباب المستحيل، على خاطر إيطاليا معناها إيطاليا معناها بلاد معناها من الاتحاد الأوروبي، والشيء هذا معناها الاتحاد الأوروبي معناها ما نجمش يقبل معناها في التراب نتاعو السجون السرية معناها الإخفاء معناها الناس. Il problema grosso di questi ragazzi scomparsi che la risposta del governo هذا هو السؤال المحير. حتى الحكومة الإيطالية هي التي قامت ببعث المراكز الاستقبال، مراكز الهجرة والترحيل، المستشفيات، السجون، ولم يعفل لهم على أثر باستثناء ثمانية أو أشخاص، ويمكن أنك تعرفهم. dove esiste diciamo la possibilità di fare un controllo di questi ragazzi non esiste traccia. We are making a film. We've made a film about the missing Tunisians. We went to Tunisia to talk. قمنا بفيلم حول المفقودين. تحدثنا إلى أمهات المفقودين في تونس وبعض الأولياء في إيطاليا. وتحدثت مع بعض الشباب الذين قرروا الهجرة إلى أوروبا. هذا الفيلم موجه بالأساس إلى رأي العام الأوروبي حتى أبرز له لماذا يرغب الشباب من فرنسا والشرق الأوسط في الهجرة. هم يهاجرون ليس هروبا من بلادهم ولا كرها فيها، بل فقط لأنهم يريدون السفر كما هو الحال بالنسبة للشباب الأوروبي. هناك طرفان في الهجرة، شباب يرغب في مستقبل أفضل وأولياء يخشون مصيرهم المجهول. زرنا حكاية هما 25 ترواد، زرنا منهم أربعة ونقص كان كالتنسة وما لقيت حتى واحد من المفقودين. حتى واحد من المفقودين احنا دخلنا في الشنتروات المعتقلات وورينا تساور الولاد، حتى حد ما عرف فهمتني ولا لا ميلو تراباني ضربوني بالكنبة راهو طيحوني بالكنبة وجابوني لهنا. وين صار؟ صار في بحث الهوبيتال في الترابانية. دخلني لداخل يضرب لي، قال صاحبه فهمتني عد يبدا عد وبدا يضرب فيا بالكف وصاحبه يعد بالكف وصاحبه يعد، قال له يبدا عد يبدا عد يضرب فيا بالكف وصاحبه يعد. انا ضربتك اضربني، اما مش انا هارب وانت تشد تضرب بي، شدني اضربني على ساقي ما تضربنيش على راسي. شو تليفوناتنا كي دخلوهم يكسروا لنا الكاميراوات باش ما نصوروا حتى شيء. Che le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao.
ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Con tante domande che aspettano risposte. E a distanza di una settimana, risposte non ne sono. هذا الفيديو يمثل استقصاء آراء عملته قناة تيليراما ويعني وهو حول حدث جرى يوم 27 مارس 2011 وفي جنوب إيطاليا في مقاطعة بويا. مجموعة من سكان منطقة مندوريا قامت بعملية تمشيط المهاجرين في أرياف بين مندوريا وأوريا. هل من حق المواطنين أن يحل محل الشرطة والسلطات الأمنية لأغراض أمنية؟ A Trapani dall'inizio in quest'anno da Trapani من مركز ترابني تحديدا منذ مطلع هذا العام شهد هذا المركز هروب مئات والمئات من المواطنين او ابتعاد بشكل بارادتهم يعني هروب مئات ومئات من المواطنين رجاء بلدهم كانوا مستضعفين فيه وكل اعمال الهروب هذه تسبقها اعمال اعتداء على القائمين على الحراسه القائمين على الحراسه انت سالتني منذ قليل إن كان من السهل الهروب من هذه المراكز حين يصبح الوضع على درجة من الخطر يخشى القائمون على الحراسة من تدهور الوضع أكثر وبالتالي يسعون لحماية أنفسهم لأن هناك عادة تسبق أعمال الهروب بأعداد كبيرة اعتداءات على القائمين على الحراسة da parte di coloro che sono ospitati all'interno del centro. Io personalmente sono anche entrato in un centro di immigrazione e di espulsione, ero stato regolarmente autorizzato ed ero rimasto molto personalmente كانت له الفرصة لزيارة مراكز الهجرة والترحيل وحينما زارها كان احساسه جدا سيء عن وضعية الناس الذين يسكنون هناك حيث يقول أنه موجودة جماعة من تقريبا المساجين في دائرة معينة ثم دائرة أخرى وفي الوسط كانت الشرطة تدور لتسوي المراقبة وهو إحساس خلق له كأنه في نوع من المعتقلات. Anche se la parola è assolutamente scorretta, quindi mi raccomando traducilo molto bene questo punto, si aveva proprio l'impressione di entrare in un lager. Diciamo è trattenuto in un centro. أود أن أضيف أنه من يحتجز في هذه المراكز أو يستضاف في هذه المراكز يعرف أنه معرض للخطر يعرف أنه معرض لخطر الترحيل الإجباري أو القسري إلى بلاده وبالتالي فهو يسعى إلى تجنب هذا لأنه لم يعود يعني وبالتالي فهو يسعى إلى تجنب هذا المصير بشتى الطرق إما بالحق بالحق أضرار بالهياكل المركز أو بالاعتداء على الأشخاص الذين يسعون إلى تجنب الحيلولة دون نجاحه في الهروب. Le persone che cercano di contenerne la fuga. Le immagini che stiamo vedendo sono delle immagini molto forti, molto toccanti. مشاكل كبيرة في طريقة معاملة الهجرة اللاشرعية. Immigrazione di espulsione italiani. هربنا في الليل حكيت ال 11 ونص نتاع الليل نصف الليل فريسكا كيكا كيفاش ما في ما فماش حراسه ما فماش سور كبير فما حراسه فما باب فهمتني خرج واحد ما باش يخرج الطبيب دايخ واحد ميت ما مش ما عامل كريف عنده مريض ياخذ لك ست ايام يدخل هذايا من حي هلال طاح ماشي يقاوم فهمتني حكم تعب نتاع البحر وتخلي كمل عمل الكريف تعب فهمتني دقين عليه للحراسه ما حبش تجاوب الحراسه ندقوا للراجل مين باش يموت قدامنا بدينا ندقوا ونعيطوا فهمتني ما حبش تجاوب الحراسه ما حبش تجي فهمتني ضرينا الناس الكل ضربنا البيبان لين تخلعت تخلع الباب فهمتني تكسر الباب خرجناه طفل و
وهربنا الناس كل معناتها كي تحل البيبان تهرب الناس كل من وقتها من غادي هربنا معناتها صحيح فما سور النهار العباد نكزت من السور وهربت فهمتني بيبان حديد هي وبرشا بيبان دخلها كي تكسر الباب الاول معناتها الباب الاولاني تكسر جاي عتشنترو من تالي فهمتني جاي عتشنترو من تالي فما سور حكاية جوز مترو عاونت العباد بعضها وهربت فما اللي تاع فهمتني تضرب فما اللي معناتها تكسر اللي تكسر يبدا سمين شويه بصحته مثلا الناس اللي حاولت الهروب طريقه كانت كانوا يربطوا السره في بعضهم يقطعوا الملاحف ويربطوا السره في بعضهم ويعملوا يستعملوهم كسلالم معناها والنتيجه كانت يوميا كانوا 4-5 كسور جروح معناها لا تحصى مبني ثم ناس مساكن يعني وصلت ساقيها زوز تكسرت لانه وقت ينقز من جهه اخرى فما الكياس وقت يطيح على الكياس من علو 6 متر النتيجه بتكون معناها عاده الكسر يعني فما عباد تحت معناتها ما هربت شوف فما اللي هرب وتفارقنا معناتها حتى العباد في الليل وقت هي فهمت نسواني ناقل عليها مكية تقسمين بارده نسواني معناتها تفارقنا في ثنية اوكا ونسخلنا عاد فهمتني خلينا الترانيات ودخلنا في مثل الإيطالية. مش مشكلة الفرنسة نتاعو مش اللي بابلوكي الفرنسة نتاعو هو مزكي سبع عنده 4 شهور طلب الفرنسة للسجون اون 4 موا ان با فار ان ريبونس دو بيرميس دو سجون فما عباد قعدوا عامين ما جاتهمش بيرميس دو سجون كيفاش انت تحب انت لو كان نتاعو هو بو موا سي تان كار دو ريان دي تو سي تان كار فالابل يا مالك انا حبيت نحكي لك اللي قلته انت صحيح لكن ترو نيجاتيف هنا فما عباد زاد لقات عملت اوراق خاصه من 25000 اللي جاو فما برشا معناتها على عكس برشا عباد كانوا قدم ذا وراقهم وصلوا معناتها شروهم 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 يا ناس قولوا شروهم شروهم هومانيتير هومانيتير ذا وراقهم هومانيتير وصلوا افونتاجي على برشا عباد تعبت هنا في الطليان وتعبت افونتاجي على شنو؟ فهمتني سامحني نكمل نعطي رايي وبعدين فهمتني برشا عباد هنا من اللي جاو خاصه اللي جاو الدرنيرمون هذوما تاع الحرق ذا وراقهم وعايشين لاباس عليهم فما شكون معناتها طموحاته تحققت لهنا وفما شكون ما لقاش معناتها ما لقاش كيما نقولوا سامحني انت تو خدا فاكزومبل هو تو كي تحب تقول القانون الطلياني شو يقول ونحن حكينا معاه القانون الطلياني وحكينا مع تلين وحكينا مع المينيستير دو لانتيرن ان ايطالي قال لك اللي عنده بيرميس سجون مانيتاري كاسك سا في دير سا في دير انت طلبت المعاونه في الطليان ولبلادك هي قليله وماهيش معاونتك اولى ليه هذاك هو القانون انت تاخذ مانيتاري وهابط وطالع على تونس وتبزنس وهاك تبيع في الكراب وهاك تبزنس تمشي وتجي انت خديت البرميس سجون مانيتاري هنا كوبرتورا الو هنا كوبرتورا نون انديريكت ما تمشيش لتونس الو هذا حق ليه هو حق انت الحق نتاعك الحق نتاعك القانون الدولي القانون الدولي تقعد في الطليان وايطاليا تعطيك كل قانونك تعطيك القانون نتاعك ايطاليا تعطيك حقوق من حقوق لو غوفرنمون ايطالي شو يقول سي جون لا الو ديريكت L'hôtel, ils sont pris en charge par le gouvernement italien. Fturum, Washeum, Fturum, Sbeh, ou Rukadno Flutlawed. À la carte de Barsha, Libéa, Sakin Flutil, Andom Akhtem Kadesh Andom et Tarak Libéa, Andom Khansa Sachur, Hao Yarf, Thama Shkoum. Alors, Thama Libéa, Andom, le permis de séjour humanitaire, et Zeta, réfugié politique. Am Kemer, Aishin, le gouvernement italien, في Napoli, Flutil, ماكلين شاربين فطور ومعشاهم وعندهم حق الدخان يجيهم من حكومة تليانية هما قبلوا نحن ولادنا التوانسة قالك نحن ما نمشوش لوتي وما نباتوش في لوتي
وما ناكلوش ماكله الاوتيل وما ناكلوش ماكله الواحد. لا 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 ما حبسوش. نجم نعقب نجم نعقب لا 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 مش هذه المشكلة مش هذه المشكلة. ريت أنت قلت. بخير اللي تحكي عليه. خمسة كعبات ليبيا معروفين بالأسامي وبال. فنكلم خمسة كعبات ليبيا شو دخلوا الإيطالي عن طريق ليبيا معروفين هم اللي سكروا سامي وطلع النورد أفريقي حتى واحد تقبل في وتيت يعني الفرنسي وتيع ما. عندش عنده طبعا. أنت تأخذ أسبوع قلت تمشي لوتيل تمشي لوتيل. انا مش طول لوتيل انا مش طول لوتيل انا حاب نسال سؤال ايه لا سيتواسيون سامحني انا كيف تحكي عليه ماشي شكون اللي خلى قاعد في الوقت كلهم شكون اللي خذوا بيرميسو اللي خذوا بعد الثوره معناتها اللي دخلوا خذوا بيرميسو شكون قال عايشوا في الوتله هما عايشين في الوتله فما وفي الخرب يقول لك لا انتوا توانسه عايشين في الخرب توانسه ما توانسه ما نحكوش خاطر ما قليل تلقى واحد فهمتني وما تشوفوش معناتها يعمل فهمتني يخدم الاسترانياري المصالح الاسترانياري مش المصالح الشخصيه فما برشا عبيه تخدم المصالح الشخصيه معناتها ما نجمو نذكروا حتى الاسامي غير ما نحبوش نزيدوا على العباد فما برشا يخدموا حتى باسم الدين على العباد ويخدموا باسم العباد وباسم الاسترانياري وباش نعاونوا ويبيعوا في الكلام كما نقولوا نحن وك معانا وفي جمعيه وفي 30 يورو 20 يورو كما اللي عملوا مثلا في روما فهمتني والعباد مشتوا فما عباد روحوا بها تعيشوا هنا فين في ايطاليا هنا في ايطاليا في نابولي في فانا بلاصه بلاصه قريبه نقولها في الترام كازاندريم كازاندريم هذه خاصه بالولاد الاقل من 15 سنه هاي اقل من 15 سنه كما نقولوا 17 كما نقولوا احنا خيريه وتعيش في إيطاليا عائلة معناها عائلة إيطالية كازا فاميلي برشا ولاد معاك من تونس لا واحد بقى. أنت تونسي وحيد واللي معاك منين من نيجيريا بنغلاديش وتلاين هم اللي هنديك هاي تلاين والمعامله كيفاش عليك ولا يسمح تحس في شويه حنان كان هم في الريسبونسابل تحس كانهم تعطيك تاكل دخان فما كل شيء وشو هناك تعمل من بعد راح نرجع لا نقصد بعد ما خذيت الدبلوم لا واعلم انت نعمل طلع في البلاد وبعد يعمل ربي تليه انا بلاد تونس عليها نجم ترجع على البوليس وراقي بالطبيعه خليته مراقب؟ اه خليته وين مراقب؟ عام في جيب راح نشوفهم؟ هم طبقين وحربة فيهم مفترسة بعلاء مختاك منهم شوية بركة هاي تحب البرماس ولا؟ برماس ولا تحب انت؟ فريدو اه دامي وجهي هذا البرماس من النار كي نبدلها نجم نروح به تولا يعني هذه ورقه وقتيه هذه وقتيه 16 شهور إيطاليا الأولاد عايشين في ميزيريا العباد اللي يجي لهنا يتلاوح في الشوارع في الخرب ما ثماش خدمة ما ثماش فلوس جايين يعملوا جايين غير يوسخوا الدولة يوسخوا غير الشعب التونسي اللي راه هنا يقولوا ماروكينو وسخ وسخ ماذا بينا نحن يقعدوا في بلادهم يعيشوا في بلادهم يأكلوش خبز وماء هو في بلاده عايش جاي يعمل في إيطاليا معاش إيطاليا وفات إيطاليا وفات سكرت ببينها إذا ما يفهموها التوانسة
تونسية نعيش في إيطاليا في نابولي ورقة إيطاليانية عندي 35 سنة في إيطاليا راجلي حاشاكم في الحبس عندي 4 أولادي و3 أولاد أولادي عندي الباترون تاع الدار ما خلصتوش عنده عامين بحب يطردني في الشارع ما لقيتش خدمة وليت نطلب في كرمة الإله في الشارع نطلب باش نعيش بهم أولادي أولاد أولادي خاطر ما عنديش خدمة permesse de séjour on doit le contrat de le contrat de travail et le contrat de travail c'est un contrat très dur en Italie tu connais tu houlek c'est déjà l'italien il a pas de travail كيفاش تحب انت تونسي ولا الجزائر ولا المغرب ولا اي جنسية اخرى يلقى خدمه في الطليان لكن انا ساعه ساعه نقول لهم كل مره نطلبهم نقول لهم روحوا لبلادكم راني انا ما عندكمش مشاكل كيما عندي انا ما نجمش نسلم في راجلي في الحبس حرام عليا في الضربة الأخرانية اللي صارت حلت البيبان إيطاليا حلت بيبانها برشا ناس تنفعت بها بالترافيك دو 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 كونترا بوكو جون دي جون يعني ما لقاوش حل مساكنو ils se sont trouvés dans des problèmes immenses ils étaient obligés d'acheter un contrat de travail le contrat avec un talakha le falso يدخل الداخلية par exemple au ministère de l'intérieur il voit que c'est un contrat qui n'est pas un contrat valable ce jeune là il sera expulsé يعني يخرج كريم دين الميسي بكم تحاولوا ما هو كي جيت انا عملت كونترا انا فهمتني كونترا شنو كونترا دي ترافاي مازالوا كحلوا القانون تو مازال كحلوا القانون ومازلنا كي جينا نسيب واحد تونسي هاي واحد شوي معليش مشدود على اوراق ما عنديش اوراق متعادي في الطريق ما لقوش عندي اوراق قالوا لي جابوني لهنا تشانترو شدوك كونترا شدوني كونترول في الدار جاو ما عنديش اوراق جابوني احنا نقدم في شرطه صراحه في شرطك جدد ليزاو عملوا برشا مشاكل صراحه انا كتونسي جدد تاع المارس نتاع وقت الثوره جاو وقت الثوره عملوا برشا فضايح عملوا برشا حاجات اللي ما تشرفنيش انا كتونسي صراحه فهمت الحاكم الطليان عندهم الحق بالنسبه لي انا على خاطر عملوا لهم حاجات ما تعملش فهمتني في شروطهم هما في شروطهم هما ظهرين انا